السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. وقبل ما نبدأ خبرنا اليوم، ياريت تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنعرض بالفيديو ده بعض الأسئلة اللي سمارة يحيى جاوبت عليها، وهنكمل في فيديو تاني إن شاء الله. أول حاجة هي نزلت عن يوم المرأة، بتقول يوم مرأة سعيد، أينما وجدت المرأة وجدت المعجزات. ده كان ستوري. وبعدين بقى ردا على الأسئلة، السؤال اتسألها من أين تستمدين قوتك، ردت قالت من الله. وتسألها أسئلة تانية بس هنتكلم في كل حاجة دلوقتي. قالوا لها سمارة وينك يا أختي، جاوبي. ليل والله ما رقدتش مليح يا رب يكون خير. قالت لها يا عمري أنا أسفة، اتأخرت عليكم البارح، كنت مشغولة معي ماما الغالية. في حاجات طبعا ناس سألتها وهي ما ردتش. في حد بيقول لها انت جميلة وذكية ومثقفة ما شاء الله، وانا معجبة بيكي جدا، هل ليكي اي مشاريع في مصر في الفترة الحالية او القادمة؟ قالت لها شكرا حبيبتي، هذا من ذوقك. بالنسبة للمشاريع اللي في مصر حاليا، في حاجات بديت نشتغل عليها وفي حاجات ندرس فيها ومعي مديرتي. في حد بيسألها بيقولوا لها نقدر نلاقوا المنتجات بتاعتك في الجزائر؟ قالت لها نعم حبيبتي، يوجد في الجزائر وقريبا ان شاء الله في مصر ودبي، اللي هو سمارة جلو. في أسئلة ومن ضمن الناس اللي أنا سألتها لها السؤال المحير للجميع، طبعا ما فيش أي خبر عنه. في حد بيقول لها ما هو الشيء أو الأشياء اللي اختلفت عليك عند انتقالك للعيش في مصر؟ قالت لهم تقريبا لا شيء، أنا من الناس اللي وين تروح وتتأقلم وتتعيش، تروح تتأقلم وتعيش، يعني أي حتة تروحها تتأقلم وتعيش فيها. طبعا دي حاجة جميلة جدا إن هي ما تحسش إن هي في فرق بين بلدها وبين هنا. حد بيقول لها وصفي حالتك في هذه اللحظة بكل صراحة وبدون تصنع. قالت لهم ممتنة وراضية جدا جدا والحمد لله والشكر. وطبعا الأكل اللي قدامكم الجميل ده تحفة طبعا، والمنظر الخلاب الجميل ده كفيل إن هو يخلي النفسية مودها كويس جدا، ربنا يصلح حالها. طبعا في أسئلة ما تجاوبتش، هنرجع بفيديو تاني هنكمل بقية الأسئلة. أقول لكم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.